الوغ لي غينوفارانجيت هو التهاب اللي كيقيس لنا الانف والحنجره والبلعوم، يقدروا يكونوا او ميم طون، يقدر يكون غير واحد فيهم اللي عندنا مقيوس، وهو ناتج عن في 100% ديال الحالات عن الفيروسات. دونك سي سورتو لو غينو فيروس، لو فيروس انفلونزي، لو كورونا فيروس اي لو بار انفلونزي. دونك هاد الالتهابات ديال الانف والحنجره والبلعوم كتقيس لنا الفئه العمريه ما بين 6 شهور حتى 8 سنين، وخاصه الوليدات اللي كيكونوا في التعليم الاولي، اللي كيكونوا في لاكريش ولا في الاول ديال سنوات ديال الدراسه ديالهم. داكوغ، دونك تتكون حتى هي غالبا تلقاوها في فصل الشتاء وفصل الخريف، قليله النسبه ديالها، المعدل ديالها كينقص في فصل ديال الربيع، وكتكون شبه منعدمه في فصل ديال الصيف. الوغ الاعراض ديال لي غينوفارانجيت كتكمن في السواسيلان ديال الانف ولا الاحتقان ديال الانف. الانف كيكون لو ني بوشي عند الوليدات الصغار، كيكون هنا الكحه اللي كتكون في الاول كحه ناشفه ومن بعد كتبقى غدا وكتعمر. كيكون عندنا ارتفاع ديال درجه الحراره، وهنا ارتفاع ديال درجه الحراره كيختلف من الطفل الاخر. كاينين الوليدات اللي كيكون عندهم يلاه 38 ونص درجه حراره، وكاينين الوليدات اللي كتوصل عندهم درجه الحراره حتى 39 فوار 40 دوغري في الحراره ديالهم نتيجه ديال هاد الالتهابات. كيكون ايضا العياء عند وليدات ديالنا، بارفوا كيكون عندك الحريق ديال الراس. دونك هادو هما الاعراض ديال لي غينوفارانجيت عند الانفون. كاين جوج ديال المضاعفات، مي خاصنا نعرفوا بان اون جينيرال سي اون باثولوجي بينين، يعني قليل فاش كدير لنا هاد المضاعفات. دونك المضاعفات اللي كيكونوا دي كومبليكاسيون جينيرال، دونك كيكون عندنا المشكل ديال الجفاف اللي ناتج عن ارتفاع ديال درجه الحراره، لانه كنعرفوا ملي كترتفع درجه الحراره ديال الجسم بزاف، الجسم ديال الطفل ديالنا كيفقد الماء، دونك كيقدر يؤدي للجفاف. والنقطة الثانية هما لي كونفيسيون فيبريل، أن الوليدات ديالنا ملي كترتفع عليهم درجة الحرارة بزاف سويت هاد لي زانفيكسيون نتيجة ديال هاد الالتهابات هادو، دونك يقدروا يديروا لنا هادوك التشنجات العضلية لي كونفيسيون فيبريل. ألوغ بالنسبة لي كومبليكاسيون لوكال، مضاعفات لوكال، دونك كيكون عندنا سوا الالتهاب ديال الأذن، دونك اللي كيجي الوليد كيتشكى أيضا بالحريق ديال الأذن ديالو أولا سيلان على مستوى ديال الأذن. كيكون عندنا الالتهاب ديال الجيوف الأنفية اللي هما لي سينوزيت. كيقدر يكون عندنا التهاب على مستوى ديال العين لي كونجونكتيفي، دونك العينات كيوليو كيدمعوا، كيوليو حمرين، كيوليو عندك معمشين، لي سيكريسيون بيغولونت فيهم. دونك بارفوا كيكون عندنا طفح جلدي، و اون جينيرال هادو لي كومبليكاسيون لوكال اللي كيكونوا عند الوليدات. بالنسبه للتشخيص ديال لي غينوفارانجيت، كيبقى حتى هو تشخيص سريري، دونك كيجي وكنديروا ليكزامان كلينيك، كنشوفوا الالتهاب على مستوى ديال الحلق. التشخيص السريري كيمكننا من نقول واش كاينين مضاعفات ولا ما كاينينش، دونك ما كنحتاجوش بيان سور نديروا دي اناليز، التحاليل المخبريه ما كنديروهمش، الاشعه السينيه لي راديولوجي ما كنديروهمش، ما عدا الا كان الوليد افيكتيفمون فكر الطبيب انه راه وصل الحاله ديال المضاعفات، دونك عنده ان انفيكسيون بيلمونير ولا عنده مشكل اخر، دونك في هذيك الحاله هذيك يقدر يطلب هذه التحاليل المخبريه او الاشعه السينيه. الوغ العلاج كيبقى علاج ديال الاعراض اللي كيكونوا عند الوليدات ديالنا، دونك كما كنركز عليه دائما هو لو لافاج ديال لو ني. كنقدروا نعطيو دي سيروم فيزيولوجيك على حساب واش كاين عندك احتقان ديال الانف ولا كاين غير سيلان. كنقدروا نعطيو بعض الادويه اللي كتهمد شويه هذيك الكحه على الوليدات ديالنا، مي خاصنا نعرفوا بانه الكحه راه نورمالمون خاصنا il faut la respecter parce que كتبقى هي واحد وسيله ديال الدفاع ديال الجسم عند الوليدات ديالنا، وشيء عادي ان الوليد ديالنا يدير هذيك الكحه ما بين اسبوع الى جوج اسابيع. لي بارون اون جينيرال كيخافوا، تيقول لك راه بقات فيه الكحه، دونك راه سي نورمال تبقى هاد الاعراض ما بين اسبوع حتى جوج اسابيع. دونك كنعطيو مضادات ديال الحراره الا كان ارتفاع ديال درجه الحراره، اي بيان سور خاص تكون تغذيه سليمه، وخاص يكون ان روبو لعند الوليدات ديالنا. الوغ لي زونتيبيوتيك ما كنعطيوهمش في الحاله ديال لي غينوفارانجيت، لان كما قلنا في الاول راه سي اون انفيكسيون فيرال، كنعرفوا كامل بان لي زانتيبيوتيك ناجيس با سور لي فيروس.
بالنسبه للنصيحه اللي يمكن لنا نعطيو الاباء ديال الجمله اللي كانت دابا في العلاج، نتفاداو الاستعمال ديال المضادات الحيويه، لانه كنلاحظوا انه الاباء ملي كيبداو ولدو كتبان ولا فياف بوغ او سينونيم ديال اننا خصنا نبدا الانتيبيوتيك، خصنا نتفاداوهم لانه لي زانتيبيوتيك ما عندهمش مكانه، زعما ماشي ديما كنستعملوهم الا في حاله ديال المضاعفات ولا كانوا تعفنات بكتيريا، اسما مولا كنقدروا نعطيو لي زانتيبيوتيك، مي في الحالات الاخرى خاصنا نعالجوا الاعراض ونخليو الولد ديالنا ترانكيل.